الدراما المصرية يعني أقل من خلاص شهر دلوقتي ويبدأ مهرجان، أنا بسميه مهرجان، مهرجان للدراما المصرية اللي بينتظرها يعني كل صناع بقى الدراما وكل أيضا المشاهدين في كل مكان، مش بس في مصر على فكرة، حتى في العالم العربي. لو أنت رجعت بسنين ورا مع بداية التلفزيون المصري هنا وبداية الدراما، الدراما كانت في التلفزيون المصري من غير مونتاج، يعني بيجوا الممثلين ويقدموا الحلقات زي ما هي بالترتيب من غير مونتاج، لكن كانوا دايما اللي يهمهم مش بس إن هم يقدموها من غير مونتاج، كان يهمهم هم بيقولوا إيه للمجتمع وبيقدموا إيه للمجتمع، وهل فعلا ده كان بداية التلفزيون كان عنده مهمة كبيرة جدا إنه يحصل اندماج بينه وبين المجتمع، يشوف القصص اللي موجودة في المجتمع وممكن يعملها ويحصل بقى نصائح أو مشاركة أو تفاعل، وفضلت هذه الخدمة تقدم حتى اللحظة اللي بكلم فيها حضراتكم. الدراما المصرية دراما محبوبة في العالم العربي كله، لأنه طبعا ما نقدرش ننكر أبدا إن إحنا عندنا رواد وعندنا مبدعين من الكتابة للتأليف للسيناريو للإخراج لحتى كمان كل الوسائل الفنية الخاصة والمحيطة بالدراما، هي صناعة، فالصناعة دي بتبقى عاملة زي المكن، أهم ما فيها هو المحتوى. من أيام كده يعني لطيفة كده بدأت أشوف أو يعني التوالي اللي حاصل للدراما أوف سيزون زي ما بيقولوا أو بره رمضان، دراما اجتماعية لطيفة، والدراما الاجتماعية لما بتعمل تفاعل بتلاقي على طول الشارع المصري بيتكلم. بتكلم عن مسلسل وبيننا معاد، ليه الناس مقبلة عليه أو ليه الناس كلمت عليه كتير وكلموا على الشباب؟ هو مسلسل بسيط جدا، بيتكلم عن أسرة وبيتكلم عن أسرة حديثة الآن، بيتكلم على الشباب، بيتكلم على مشاكلهم، إزاي يقربوا لهم، مشاكلهم عاملة إزاي، وببساطة وبلطافة. وده يخلينا نقول إحنا نهتم بالمحتوى لأنه هو ده اللي فيه تفاعل في الشارع المصري، والناس على طول بتلاقي رد فعلها على طول، تعليقات وموجودة على السوشيال ميديا والناس مبسوطة، وده أهم شيء لأن المحتوى مهم. السؤال بقى اللي بيطرحه دايما صناع الدراما، طيب هل أنا أروح للمسائل الاجتماعية، المشاكل، القضايا، الموضوعات اللي بتهم الأسرة المصرية، ولا أنبش وأدور على بعض الظواهر الضعيفة أو الموجودة، أو مش إن إحنا مش شايفينها أو حاطين راسنا في الرمل منها، لا هي ممكن تكون وليدة أشياء عشوائية مش منضبطة، فهل أنا أعرض هذه الأشياء العشوائية المش منضبطة وأعملها دراما؟ الإجابة أكيد هتكون لا، لأنه المجتمع المصري لو أنت جمعته كده وعملت ورقة زي ما كنا بندرس في الإعلام صحيفة استبيان، فهتلاقي يهتم جدا بالعلاقات ما بين الأب والأم والأهل والجد والجيران والشارع، يعني الدراما القديمة بدأت كده والدراما من سنين كانت كده والدراما الآن بقت كده. سعيدة، فاكرين رمضان الماضي الدراما قد إيه كانت متنوعة وكانت بتناقش كل المشاكل، مشاكل المرأة، مشاكل الشباب، حتى القضايا الوطنية اللي بتهمنا، هو ده دور الدراما، هو ده المحتوى، هو ده الدراما اللي بتدخل التلفزيون. الدراما التلفزيونية أصلها بتخبط على بابك، يعني لا ما بتخبطش، هي بتدخل على طول، انت قاعد منتظر المسلسل على اي محطة مصرية بتتفرج عليها، فبتلاقي المسلسل موجود عندك، هو موجود قاعد معاك في البيت، فلو كان قاعد معاك في البيت لازم يكون في نفس الوقت لايق على المجتمع اللي انت فيه ولايق على القضايا العامة. أما الظواهر بقى اللي بتبقى موجودة شمال أو يمين، أعتقد إن هي ما ينفعش إن احنا نقيم دراما على ظاهرة صغيرة أو مش عايزة أسميها ظاهرة، على بعض المشاكل اللي ممكن تكون موجودة. الأهم نتكلم عن اللي احنا عايشينه جوه بيوتنا الأربع حيطان دول، بنقول إيه وقد إيه يقدر يمتعنا لو مسنا ووصل لنا. ده مجرد ملاحظات كده ندردس فيها معاكم. تعالوا نبدأ أخبارنا النهاردة. أخبارنا النهاردة الحقيقة خبر اللي جاي ده أنا شايفاه برضو خبر حلو جدا، بيقدر المواطن وبيقف معاه وبيفتح مساحة للحوار. دشن مجلس الوزراء منصة حوار للمشاركة المجتمعية، وهي أكبر منصة تفاعلية. بتستهدف إيه المنصة دي؟ تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، ودي حاجة حلوة جدا، يعني هيكون في حالة من الحوار المتبادل ما بين هذه المنصة الحكومية
والمواطن. بتوفر بقى فيها ايه؟ قناة اتصال مباشرة تتضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي كمان هيكون موجود العام حول مختلف القضايا. وايضا بيكون في كده بقى في النهايه ايه، يعني اشياء بينتبه ليها، وجهه نظر هنا وجهه نظر هنا، وبتخلي كمان المواطن حاسس ان هو مشارك او ليه راي او ليه وجهه نظر حتى في صنع القرار. طبعا كل اللي حصل ده كان تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي اللي اقيم في مصر سنه 2022. اكد كمان مجلس الوزراء ان اطلاق منصه المشاركه الاجتماعيه بياتي استكمالا لسلسله من الخطوات اللي تم اتخاذها خلال الفتره الماضيه لتعزيز الحوار المجتمعي بعد اطلاق منصتين الكترونيتين وتطبيقهم على الهواتف المحموله للاستفاده من مختلف الاراء المجتمعيه. انا شايفه ان دي بجد حاجه حلوة جدا، بدل ما احنا قاعدين نسمع آراء هنا وهنا، لا انت هتقول رأيك بمنتهى الحرية في كل القضايا والموضوعات، واتصال كده اللي هو هات وخد بينك وبين الحكومة. خليني ناخد مزيد من التفاصيل ونعرف الحكاية والمنصة هتكون متاحة ازاي، وازاي انا كمواطن هقدر ان انا اقول وجهة نظري، ووجهة نظري دي يكون لها ايضا قيمة وبحث. معايا المهندس مدحت البكري المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ شفكي، واهلا بالساده المشاهدين. مساء الخير. يعني المنصه دي الحقيقه اعتقد خليني اقول ان هي جايه في وقتها تماما، وهي فكره ان المواطن يحس انه هو كمان عنده وجهه نظر، عنده احيانا اراء، فازاي ده هيتم من خلال هذه المنصه؟ هو زي ما حضرتك قلتي بالظبط، المنصه يعني على درجه كبيره من الاهميه، لانها تعتبر يعني زي قناة اتصال بين الحكومة والمواطن من جهة، وكمان الحكومة والخبراء والمتخصصين من جهة أخرى. وطبعا يمكن واحدة كان من أهم التوصيات في المؤتمر الاقتصادي اللي كان على رأسها وضع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية، ده ما كناش هنقدر نحققه إلا لما نعمل انجيجمنت للخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي والحكومة، على أساس إن احنا نقدر نطلع بتوصيات نقدر ننفذها على ارض الواقع، وكمان نعمل انجيجمنت للمواطن في القضايا اللي بتهم الحكومه وبتهم الواقع المصري. تمام، عايزين تفاصيل اكتر عن المنصه، يعني هتبقى موجوده على طبعا موجوده الكترونيه، التواصل بقى هيبقى ازاي؟ المواطن هيقول ايه؟ الموضوعات اللي هتطرح ايه عشان يشارك فيها؟ هي فعلا منصه رقميه موجوده على شبكه الانترنت تحت عنوان hwar.idc.gov.eg. يقدر المواطن بمجرد دخوله هيقدر يعمل عملية تسجيل الدخول، هتجيله استمارة بسيطة جدا بيسجل فيها البيانات الأساسية بتاعته، وبمجرد ما بيسجل البيانات الأساسية بتاعته والبريد الإلكتروني الخاص بيه هتجيله رسالة زي تأكيدية إن بتتحقق من البريد الإلكتروني الخاص بيه. مجرد ما عمل اكتيفيشن هيقدر يخش على المنصة ويشارك في منتدى الحكومة اللي موجود، واللي بالفعل موجود عليه بعض الموضوعات اللي مطروحه حاليا للنقاش. وبالفعل على الرغم ان احنا اطلقنا المنصه بالامس، الا ان الحمد لله في مشاركه من عدد، في يعني ابتدى يبقى في حوار من عدد من المشاركين ويحطوا الاراء بتاعتهم على الموضوعات المطروحه بالفعل. يعني انا مثلا اتفضل يا فندم، يعني انا مثلا لو مواطنه فانا هدخل وهعمل التسجيل وكده، وبعدين هلاقي الموضوعات المطروحه هدخل على اي موضوع وهكتب رايي، هل هيفضل رايي موجود ويفضل التفاعل موجود ما بيني وما بين يعني اللي موجودين بقى على المنصه؟ بالفعل يا فندم، حضرتك لو دخلت دلوقتي هتلاقي الموضوعات اللي مطروحه، الاراء اللي تم وضعها من قبل المواطنين موجوده، والناس تقدر تعلق، وطبعا بيتم دراسه الاراء اللي مكتوبه دي والافكار كمان، في سكشن خاص بالافكار والمبادرات، دي بقى انيشيتيف من المواطن، مش بالضروره ان هو يشارك في موضوع مطروح بالفعل، لا كمان يقدر يخش يحط فكره او مبادره جت في دماغه شايف انها ممكن تحسن الوضع او ممكن يعني ليها اضافه للحكومه، الحكومه بتراجع الافكار والمبادرات، وده على غرار ما تم في المؤتمر الاقتصادي. يمكن طبعا كان الموقع بتاعه كان فيه نافذه خاصه بالافكار صحيح والمبادرات، اطرح عليها اكثر من 700 فكره تم دراستهم بالكامل، واتعمل لقاءات وتقييم لكل الافكار اللي اتطرحت، والافكار اللي كانت يعني جيده تم عقد لقاءات تفصيليه وفرديه مع الساده اللي قاموا بطرح الافكار دي، واتعمل بيها التوصيات واتبعتت للجهات المعنيه في الدوله.
اعتقد هي منصه يعني انا سعيده بيها جدا، لانه خليني اقول يعني اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، ما هو احنا عندنا ساعات كلنا بندخل على السوشيال ميديا وبنشوف اراء هنا وهناك، وفي اراء بتبقى الحقيقه اراء كويسه لمواطنين محبين لبلدنا وعايزين بجد يشاركوا وعايزين يطرحوا اراء كتير. فاعتقد بدل اهدار الوقت في حاجات هنا هيكون مفيد جدا ان هم يقولوا رايهم، وبالتالي يبقى الراي مسموع ويبقى في وجهات نظر. هل مثلا لو اجمع عدد كبير عن موضوع معين ايا كان القضيه المطروحه هتبقى على منصه الحوار، هيكون في انتباه لهذه الاراء المختلفه؟ هو بالفعل يمكن زي ما قلنا في المؤتمر الاقتصادي، الافكار اللي اطرحت فيه على الموقع الالكتروني الخاص بي، تم تشكيل لجنه متخصصه من الجهات المعنيه بالدوله للموضوعات والقطاعات اللي هي ليها علاقه بالافكار اللي تم طرحها، واتعمل استمارة تقييم يعني إلكترونية دخلت الأفراد وقيموا الأفكار كلها اللي اتطرحت، والأفكار اللي كان ليها يعني درجة تقييم عالية بالفعل تم أخذ الأفكار بتاعتهم في الحسبان واتخذ عليها أكشنز من الجهات. فإن شاء الله بإذن الله هيتم دراسة الأفكار والمبادرات اللي بتخرج من المواطنين ومن كل الزائرين للموقع بعناية، وإن شاء الله يبقى فيه مردود على الدولة إن شاء الله. ده شيء جميل جدا إن أنا أحس أنا مواطن ليا صوت مسموع، واقدر كمان يعني ادخل في حوار مجتمعي واقدر اقول رايي، ويبقى الراي ده يعني يشارك ولو بجزء بسيط من صناعه القرار. انا بشكرك جدا، بس قبل ما تسيبنا مهندس مدحت بستاذنك حضرتك تقول لنا تاني المنصه او الويب سايت الناس اللي هتخش عليه. هو حوار hewar.idcibsc.gov.eg. تمام اكيد، واحنا اكيد هيبقى موجود بعد شويه اكيد عندنا على الشاشه. بشكرك شكرا جزيلا، اتمنى التوفيق، ومن وقت للتاني نتابع منصه الحوار ونشوف يعني وصلت لايه، والناس كمان اكيد هيبدا التفاعل عليها. مهندس مدحت البكري المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اشكرك شكرا جزيلا. زي كده ما سمعتم وشفتم، ده جزء من الدوله بتعمله، هي فكره ان انا لا انا عايز اسمع المواطن بتاعي، انا عايزه يحس ان انا وهو ايد واحده، انت ممكن تقول اللي انت عايز تقوله وانا كمان هسمعك، واذا كان وجهه نظرك فيها شيء من ان الصح وفيها شيء من الافكار اللي ممكن تاخدنا لقدام او نقدر ناخد منها فكره اكيد هنسمعها. هو ده الحوار اكيد بلا شك. ما زال عندي افكار وعندي حوارات كتيره معاكم النهارده في التاسعه، اتمنى تكملوا معانا. بعد فاصل قصير نعود ونستكمل معكم التاسعه، كونوا معانا، اتفضلوا. أهلا وسهلا بحضراتكم. لو حضراتكم متابعين يعني الموقف وما يجري في مصر والحكومة، وهي يعني بتلاقينا كده كل أسبوع أو كل كام يوم في مشروع، في متابعة، في فكرة، في تفكير بأنه مصر تقبل على الصناعة وتجدد الصناعة وتشجع الصناعة. خليني أقول لكم الخبر اللي جاي ده، أنا شخصيا بشوفه خبر من الأخبار المهمة. عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالأمس، انتوا عارفين بيبقى فيه الاجتماع الأسبوعي بتاع يوم الأربعاء، وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع أول 3 اتفاقيات ملزمة لتصنيع السيارات في مصر. ده أول الخبر، ده خبر مهم جدا، مع شركات عالمية، ومشيرا طبعا أنه حجم الاستثمار يعني الأولي لتلك الاتفاقيات بيتجاوز 145 مليون دولار. تستهدف إيه بقى؟ تصنيع 70,000 سيارة سنويا، وطبعا ده ضمن توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على توطين صناعة السيارات وتقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات. ده مهم جدا، تسمعوا أخبار السيارات والأسعار والمشاكل، طيب ولما نرجع تاني مصر من أوائل الناس اللي كانت موجودة في المجال ده. ودي هتعد بقى رابع سلعة إن احنا بنستوردها من حيث القيمة. ده الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم في البداية، إنه الحكومة بتشتغل على كل يعني إزاي نقلل الفاتورة الاستيرادية بتاعتنا من الحاجات الكبيرة اللي عندنا، يعني
بنستورد ايه، بنصرف في ايه كتير، طب تعالوا نبص كده ونقدر نعمل ده. نقدر، لان احنا كان عندنا تاريخ مع صناعة السيارات. موجب بقى هذه الاتفاقية، هل هي خطوة في طريق التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات؟ وده خبر مهم، إنه ممكن تبقى مصر مركز إقليمي ونصنع فيه السيارات بشكل كبير. وما دور بقى هذه الصناعة في دعم الاقتصاد؟ دي بقى النقطة الأهم اللي أنا هيهمني دلوقتي أسأل فيها المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني أنا بالنسبة لي بشوفه أنه خبر مهم جدا، يعني فكلمني فعلا، هل إحنا هذه الاتفاقيات هنبدأ على طول في فكرة إزاي هنبدأ في التصنيع، ولا هيبقى باتفاقيات يعني مشاركة في التصنيع؟ بداية، كل دول العالم لا توجد دولة تقوم بتصنيع سيارة من الاكسدام للاكسدام. تمام. مفيش هذا الكلام، ده مش موجود، لكن كل دول العالم بتشتغل بمفهوم التيم وورك، بمعنى اننا مميزون في صناعه كذا والاخر مميز في كذا والثالث مميز في كذا، فيتم تجميع هذه المكونات لعمل السياره. بدايه وقبل صناعه السياره يجب ان يكون لدينا صناعه الانسان. ليه؟ صحيح. الانسان هو المقوم الاساسي، والطاقه البشريه هي الاساسي في هذه في هكذا صناعات بالنسبه للدول، لان هناك دول ليس لديها اي مقومات، ولكن لديها فقط العامل البشري. العامل البشري المميز بالتعليم، المميز بالصحه، العامل المميز بقبول لنقل التكنولوجيا عن طريق هكذا دول متقدمه في هكذا صناعات. صناعه السيارات تعتبر هي قاطره التنميه بالنسبه للشعوب. اتفاقيات تتم بعد ان اقر فخامه رئيس الدوله إقامة المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وقام هذا المجلس برئاسة معالي دولة رئيس الوزراء بعمل اجتماعات مع شركة نيسان، مع شركة جيم موتورز، للعمل على إنتاج السيارات الكهربية. لماذا تتجه مصر نحو السيارات الكهربية؟ ليه؟ لأن كل دول العالم الآن تتجه إلى هذا. صحيح. الإطار. تكلم إن إحنا عندنا في مصر مشكلة كبيرة جدا، هي مشكلة اللي بدأ بها فخامة رئيس الدولة برؤية مصر 2030، بيئة وطاقة وشباب. بيئة، لأن الانبعاثات الكربونية السامة أصبحت تشكل خطر جسيم على المواطن المصري. طبعا. الطاقة، لاستهلاك المحروقات بمبلغ يتجاوز 15 إلى 16 مليار دولار سنويا. معدلات العمل على خفض معدلات البطالة لدينا في الدولة المصرية، 50 ألف خريج من كليات الهندسة فقط سنويا. إن لم يكن لديك مشروعات قومية. صحيح. تقوم باستغلال هؤلاء الشباب في هكذا عمر، احنا بنتكلم ان الدولة المصرية فيها 55% من تعداد السكان عمره يتراوح من 20 إلى 30 سنة، فده. صحيح. عمر الظهور بالنسبة للشباب وبالنسبة للدولة. طيب، يبقى احنا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام يسعدني جدا. احنا امام اتفاقيات بان احنا يعني ايه تصنيع السيارات، ومصر كان عندها الحقيقه خبره، وكان عندها يعني وجود في هذا المجال من سنوات قديمه جدا. اعتقد انه الان ان تدخل مصر هذه الاتفاقيات بالتحديث والتقنيه الموجوده، وايضا بالشباب والتعليم اللي بقى مختلف، اعتقد ان احنا ممكن يبقى عندنا يعني انجاز مختلف. ويعني كلمني على النقطه دي بقى تحديدا. طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية لمعالي وزير التعليم العالي بالعمل على افتتاح المعاهد التكنولوجية والكليات التكنولوجية ومدارس التعليم الثلاث سنوات صناعي وخمس سنوات صناعيا، هذا هو المؤثر في هذه الصناعة. ليه؟ لأن بداية عندما نقوم بتصنيع سيارة، لن نقوم بتصنيع سيارة في منتهى التكنولوجيا أو السيارات اللي هي الخاصة. يعني لدينا في السيارات الكهربية طبعا يعني ثلاث شرائح. الشريحة الأولى هي الشريحة البسيطة، يعني بتتكلم في 350 إلى 450 ألف جنيه، بتتكلم على شريحة تانية من 700 إلى 800 ألف جنيه، بنتكلم على شريحة من أول مليون و200 ومليون وربع لغاية 3 مليون، 3 مليون ونص. لكن إحنا لما بنيجي نستهدف لازم نستهدف السواد الأعظم من الشعب. طبعا. بمعنى إن الحالة الاقتصادية مؤثرة. ليه؟ لأن مثلا على سبيل المثال معدلات مبيعات السيارات في السوق المصري سنويا السنة دي لغاية من أول سنة 2017 إلى الآن
متوسطه 150 ألف عربية في السنة. معنى ذلك أن معدلات البيع تكاد تكون متدنية. 150 ألف عربية لشعب قوامه 100 مليون نسمة، هذا بالطبع ضعيف جدا. المملكة العربية السعودية معدلات مبيعات السيارات فيها وهم 34 مليون بتتراوح من 850 إلى مليون سيارة سنويا. هناك اختلاف كثير في دخل الفرد والدخل القومي وأشياء كثيرة، ولكن بالنسبة لنا 150 ألف سيارة ده مش عدد يعمل سوق في سوق سيارات في بالنسبة لدولة زي مصر. من هنا تأتي مبادرة رئيس الدولة الأولى بتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية. طب ليه مصر هتبقى مميزة في هذا القطاع؟ لأن احنا الناس كلها بتعاني من التلوث. صحيح. لكن مصر نتيجة للاستدامة وكوب 27 وما أقر المؤتمر العالمي بحضور أكثر من 147 دولة على أرض مصر أن تعمل هذه الدول على خفض معدلات الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح من 40 إلى 60%. ليه؟ عشان نبدأ في صناعة السيارات الكهربائية. طب إيه المقومات اللي تخلي مصر كويسة في هذا المجال؟ لدينا مصانع عديدة، وكان لدينا منذ 17 سنة أو 18 سنة مصنع شركة النص سيارات الشركة الوطنية المصرية عندما كان يقودها رجل هو رجل صناعة بالدرجة الأولى وهو المهندس عادل جزارين. وهنا نتحدث عن أصحاب الخبرات المتراكمة في هذا المجال، لأنه ليس كل مهندس هو مهندس، ولكن هذا المهندس هو مهندس إدارة لديه من الليدرشيب وكان الريادة. عنده نجاحات كبيرة جدا يعني. بالضبط كده. فإحنا يجب أن نشير بالبنان إلى هكذا شخصيات تقود هكذا منظومات في مثل هذه الفترة العصيبة والاقتصاد المتردي على مستوى العالم نتيجة لوجود فيروس كورونا المستجد، نتيجة لوجود عدم وجود الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربية. لدينا مشاكل في سلاسل الإمداد نتيجة لوجود حرب بتدور رحاها على أرض أوكرانيا ما بين روسيا وأوكرانيا، فنجد أن سلاسل الإمداد بتتأخر. ارتفاع أسعار السيارات في العام الماضي للسيارات العربية وصل 24%. ارتفاع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري وصلت 14%. لذلك يتحدث الآن على مستوى العالم، لدينا الإحصائيات طبقا للعام المنصرم، يعني الصين قامت بإنتاج ما يقرب من 1,000,000 سيارة كهربية، الولايات المتحدة 907,000، ألمانيا تعمل في حدود 742,000، وبعدها تيجي كوريا واليابان وفرنسا. الحقيقة كل الأرقام اللي حضرتك بتقولها والمعلومات اللي بتقولها بالتأكيد أنا شايفة أنه زي ما حضرتك قلت تماما حان الوقت. أولا أنه توصيات كوب 27 بأنه نبقى عايشين في بيئة صحية، وأنه كمان مصر بدأت الخطوات دي يمكن حتى قبل كوب 27 بأنه الناس يبقى تحويل السيارات بهذا الشكل. لكن بتفق معاك كمان أن احنا عندنا أعداد كبيرة جدا من الخريجين اللي ممكن ينضموا إلى هذه المصانع، وبالتالي نقدر يعني تدار يعني هذه الصناعة ويبقى عندنا فيها إنتاج، ويبقى عندنا كمان يعني شكل ومنتج في الإقليم بشكل كبير يبقى مختلف. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نتمنى التوفيق ونتمنى الاتفاقيات دي تبدأ على طول رحلة العمل. المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين، أشكرك شكرا جزيلا. كلها أخبار كده بتحسسك بأنه لا يعني عندنا يعني أفكار وبلدنا تقدر تكمل ونقدر نرجع، إذا كنا احنا فعلا عندنا يعني بدأنا هذا المجال منذ سنوات طويلة وكان عندنا منتج والمنتج كان جيد جدا، فلما لا يعني العالم كله بيتغير، والسيارة الكهربائية على فكرة هتنفع جدا، لأنه أنت كمان مش بس هتوفر في الطاقة، أنت كمان هيبقى عندك سرعة. في كمان دلوقتي بدأوا يعملوا ما بين الكهرباء والبنزين علشان كمان الدول اللي عندها جبال وشكل ما بينفعهاش على طول كهرباء. فإذا كلها أفكار أعتقد أنه إن شاء الله نقدر نكون موجودين في هذا المجال وبقوة، يعني أكيد ما فيش أي شيء يعوق المصريين، إن شاء الله يكون في نجاح. أحيانا في الأزمات بتلاقي الهمة موجودة في حاجات كتير وبتعرف تقفز انت في وقت الأزمات حتى. طيب تعالوا نروح لخبر، الخبر ده الحقيقة هو بقى محطوط تحت الدراسة. تعالوا نفكر فيه كده، احنا بنشتغل كام يوم في الأسبوع؟ يعني بنشتغل في دول بتشتغل الأوروبية بتشتغل 5 أيام في الأسبوع، وبيبقى عندهم الويك أند أو اللي هو الجمعة والسبت والحد يعني بيبقوا أجازة. دول بتشتغل 6 أيام، وفي ناس بيشتغلوا 7 أيام طبعا في الشفتات. لكن عايزة أقول لكم أنه
بقى في كده فكره دلوقتي موجوده في بريطانيا، وتجربه ناجحه جدا، ان هم يشتغلوا 4 ايام ويخفض عدد ايام عمل الموظف في الاسبوع ويشارك عدد كبير في التجربه دي. الهدف منها ايه؟ يعني ايه فكره ان احنا نشتغل 4 ايام ونقلل عدد ساعات؟ هي انه يحقق التوازن ما بين الحياه والعمل، يعني اللي هو انا هشتغل 4 ايام شغل منضبط بعدد ساعات منضبطه بانتاجيه منضبطه وهزود الانتاج، لكن هيبقى عندي ال3 ايام التانيين بتوع الاسبوع انا هكون واخد اجازه. السؤال هنا بقى، طيب هل ممكن تعميم التجربه؟ يعني ممكن التجربه دي دول كتير تستفيد منها؟ ايه الفوائد بتاعتها واضرارها ايه؟ وهل هي فعلا ممكن تزود الانتاج، ولا حد يقول لك يا عم 4 ايام ده ما نلحقش والشغل يقف والشغل يتاخر؟ طب بس لو دولاب العمل زي ما بنقول منضبط بالدقه والناس بتيجي تشتغل فعلا وتنجز وتنفذ الجدول بتاعها، لا ليه؟ ممكن جدا يتم الانجاز. خلينا ناخد مزيد من الاراء ونعرف ازاي التجربه البريطانيه دي هل ممكن تطبيقها وهل هي فعلا ممكن تنجح ولا لا. دكتور رأفت يوسف، استاذ علم الاداره والموارد البشريه، مساء الخير دكتور رأفت. مساء الخير، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. يعني تجربه بريطانيا بعمل 4 ايام انت بتشوفها ازاي؟ هل فعلا التجربه دي ممكن تحقق يعني نفس الإنتاجية أو إنتاجية أعلى، ولا هي تجربة لسه ممكن تكون تحت التطبيق؟ يعني يشوفوا قد إيه الموظف يقدر ينتج صح وبكفاءة الأيام الزيادة ينتجها في 4 أيام. طيب هي نظريا كنظرية في الإدارة، هي نظرية بكل المقاييس نظرية ناجحة. هي بتعتمد على فكرة زي ما حضرتك قلت كده، التوازن ما بين الحياة الشخصية وما بين العمل. هي الفكره بس الانضباط، او اللي يكون في عندي الثقافه نفسها بتاعت المؤسسه او الثقافه بتاعت الدوله تبقى ثقافه منضبطه، بمعنى ان انا في الفتره اللي الموظف هيشتغل فيها اللي هي ال4 ايام دي، فانا هضرب هنا 4 × 8 = 32، بدل ما اضرب 8 × 4 = 32، بدل ما اضرب 8 × 5 = 40. الفكره في حاجه صغيره، انا بدور هنا على الانتاجيه. ال4 ايام بدل ال5 ايام بتزود من درجه التحفيز عند الموظف، فمفروض منطقيا لو في رقابه جيده هيحصل ان الانتاج هيزيد. وعندنا نماذج كثيره جدا في الاداره، يعني في نظريه مشهوره جدا في الاداره اسمها نظريه 80-20. نظريه ال 80-20 اللي اكتشفها واحد اسمه باريتو، ده كان رجل اقتصاد ايطالي، وكان لقى حاجه غريبه جدا، انه البسله نفسها اللي احنا بناكلها دي، لقى 80% من الكور بتاعت البسله بتيجي من 20% من الكارلوس. فطلع يبص عليها لقاها تنفع في كل حاجه، 80% من الثروه في اي دوله مملوكه ل 20% من الافراد. فقال انه الانتاجيه عشان تزيد بتاعت اي شركه او بتاعت اي دوله، ان نركز 80% من الوقت مع اهم 20% من المهام المطلوبه. فلو احنا عرفنا نطبق هذه القاعده، نقدر في خلال 4 ايام هوفر كهرباء، هوفر مواصلات، هوفر طاقه. كمان حاجه ثانيه، في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعاني فيها، الموظف نفسه لو ياخد 3 ايام اجازه ممكن يجد وظيفه اخرى يزود بيها دخله، فده في حد ذاته هيخلي الموظف يبقى جاي 4 ايام وهو مبسوط لاحساسه ان انا الشركه بتعمل لي نوع من التحفيز انها تديني 3 ايام اجازه. عارف هي كمان ايه؟ هي كمان فكره، يعني انا عجبني هي فكره الموازنه ما بين الحياه والعمل، لانه احيانا في ظروف ناس ما بيقدرش يسيب عيلته، ما بيقدرش يسيب اولاده، ممكن يكون بيشرف على اهله، يعني في ناس لو مش هيشتغل في شغله ثانيه لكن كمان هيقوم بكل الوظائف المجتمعيه الثانيه اللي هو مسؤوليته، يعني تربيه اولاده او انه ينضبط او انه يشوف ده، فهتبقى الدنيا اعتقد مختلفه. طيب هل بقى السؤال التاني ده، مثلا بنقول انه في بريطانيا، لانه خلينا نتفق انه المواطن الانجليزي مواطن بتاع عمل وعنده دولاب العمل بتاعه فيه من الروتين اللي هو معروف، مش روتين بمعنى الكلمة السيئة ولكن النظام، يعني منضبط جدا. هل ده ينطبق على دول كتيرة في العالم؟ أنا عارفة أن النظام كمان هيتم تطبيقه كمان في بلجيكا. هل ده ممكن مثلا ينضبط، يعني يبقى مطبق عندنا في عالمنا العربي؟ ف
طيب، هو سؤال طبعا كويس جدا، السؤال اللي حضرتك بتساليه. هو احنا دايما بنقسم ثقافات الدول الى نوعين، ثقافه الذكوريه والثقافه الانثويه. طبعا هي بتتفسر غلط للاسف ان الثقافه الذكوريه هي الثقافه اللي فيها الراجل مسيطر، لا الكلام ده مش صح. لكن الثقافه الذكوريه زي ما ذكرها واحد طبعا اسمه اوشت الدعالم اداره شهير، هي الدول اللي بتهتم بالوقت، بتهتم بالجوده، بتهتم بالانتاج. وطبعا طلعت اليابان اعلى دوله في العالم في القصه. صحيح. فمعنى كده انه هذه المبدا اللي هو مبدا الاربع ايام هينجح اكثر في الثقافات الذكوريه اللي فيها الاهتمام بالعمل وبالوقت وبالجوده عالي جدا. فهي يعني ما نقدرش نعممها تنجح ولا لا. بس يعني العربي. انا معلش استوقفني، الثقافه الذكوريه يعني تقصد عالمنا العربي يهتم اكتر بالثقافه الذكوريه اللي هو ينجح اكتر بره يعني، ولا ايه عشان بس نحددها؟ لا، الثقافه الذكوريه هي الدول اللي هي بتهتم بالجوده بتاعت الشيء وبتهتم تمام. بالوقت، يعني اللي يخلص النهارده لازم يخلص النهارده، لازم يخلص النهارده، ما يخلصش بكره. فبالتالي الدول دي هي اللي طبقت فكره الاربع ايام هتنجح. لكن لو انا رحت لثقافات اخرى، للثقافات الغير الذكوريه اللي هو ايه، الشعوب الكسالى شويه، شيء طبيعي ان ده ممكن للاسف ما ينجحش. عشان كده اللي هو يا عم نبقى نخلصه بكره، لسه اخر الاسبوع، الاسبوع اللي جاي بقى ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع ده لو ما خلصش الاسبوع الجاي اوله يبقى موجود عندك. ما هي دي المشكله، يعني هي دي المشكله، انه اعتقد هو نظام عمل يشد ايقاع الحياه. يعني حضرتك وانت بتكلمني احنا بنشاهد على الشاشه صور من بريطانيا، اعتقد دي يعني يمكن لندن، وحتى ايقاع الناس ومشيهم الجديه للعمل. يعني انا رايح الشغل فأنا عندي شغل، الجدية، الانتظام، المواعيد. فإذا يمكن إحنا قبل تطبيق النظام ده محتاجين نطبق نظام الالتزام بشكل عام، يعني مؤسسات الهيئات الوزارات، إنه يكون في انضباط بشكل كبير، فبالتالي تقدر تطبق النظام ده. دي حقيقة. وعشان كده مهم جدا دايما مدير الشركة، مدير الموارد البشرية، إنه يبتدي يزرع بعض القيم المؤسسية اللي هدفها زيادة الإنتاج. القيم المؤسسية صحيح. دي عبارة عن بعض الأخلاقيات اللي احنا بنحطها في خطة الشركة عشان نزود الإنتاجية، زي الالتزام، زي العمل الجماعي، زي الإتقان. صحيح. ودي مش كلمات مفروض تتحط وخلاص، لكن أنا مفروض أن أنا أي حاجة في الدنيا عشان تجبر الناس أن هم يطبقوها عندك فكرة المكافأة وفكرة العقاب. صحيح. فاللي هيبقى متقن شغله هياخد مكافأة، اللي هيقصر في شغله هياخد عقاب، ولو ابتدى بشكل أو بآخر أنه يقدم شغله بشكل غير مقبول هيعيده تاني. فهو مع الوقت يعمل ايه؟ صحيح. لا، هعمله كويس من الاول عشان ما ارجعش اعيده مره ثانيه. صحيح. وانا بتفق مع حضرتك، واعتقد انه كمان وقت الكورونا هو اللي خلى العالم، لانه العالم اتحط في تجربه قاسيه جدا. الناس ما كانتش بتروح الشغل، كان الشغل كله بيبقى اونلاين، والناس كانت بتشتغل، وفي شركات يمكن اغلقت ابوابها وكملت الشغل من المنازل. فاعتقد برضه ازمه كورونا خلت في تفكير بان احنا قد ننجز بعض العمل من المنازل، ويبقى في نفس الدقه ونفس الالتزام، بس هو راجع للمؤسسه وللموظف. دي حقيقه. ويمكن بعض الشركات يا شفيق هانم بتعاني من حاجه مهمه جدا اسمها الترهل الوظيفي، ان انا صحيح. عندي اداره فيها اربع خمس اشخاص هي تشتغل بشخصين بس، وبالتالي كده ده يبقى مهم جدا بالنسبه لي ان انا اتاكد انه عدد الافراد الموجودين هو العدد المثالي، وفي نفس صحيح. الوقت واي نوت انه العدد المثالي ده اخليه يشتغل اربع ايام بدل من خمس ايام، فبالتالي هينجز كويس ويبقى الاداء بتاعه كويس جدا، حالته النفسيه هتبقى كويسه، وفي نفس الوقت انا كشركه مستفيد ان انا بوفر موارد بتاعتي طبعاً. بدل ما نشتغل خمس ايام، بنوفر موارد وبتخفف الطرق يعني حاجات كتيره. الحقيقه الافاده كبيره جدا، بس المهم يكون في انتاج. الموضوع الحقيقه يستحق البحث، واعتقد انها تجربه ربما تسفر عن انضمام عدد من الدول يعني مستقبلا في بنفس التجربه البريطانيه. دكتور رأفت يوسف، استاذ علم الاداره والموارد البشريه، اشكرك شكرا جزيلا. هي افكار دول، الدول بتحاول تفكر طول الوقت، لانه نظام العمل ما بقاش زي زمان، كل حاجه ممكن تتغير. طيب النهارده عندي في التاسعه الحقيقه لقاء يعني انا منتظراه،
فنان متميز، فنان يجيد أدواره، فنان يتحدى نفسه في أدواره، يعني ما يجي يعمل دور هو كمان يتحدى نفسه. لقاء هيكون مميز، أسئلة أعتقد مختلفة، يعني موضوعات يعني هنحاول إن احنا نناقشها معاه، وأهمها هو مسلسل اللي هنشاهده في رمضان إن شاء الله، وهو رحلة الإمام، رحلة الإمام الشافعي. سعيدة جدا بهذا المسلسل، كلنا محتاجين بجد نقف ونشوف، لمن لم يقرأ عن الإمام الشافعي فإحنا هنبقى محتاجين نشوف رسالة الإمام كانت عاملة إزاي. توقيت هايل، فكر منضبط جدا إنه هذا العمل يرى النور بإذن الله في شهر رمضان المقبل، وحيكون فيه الفنان طبعا خالد النبوي، وحيكون فيه فناننا نضال الشافعي اللي حينورني في لقاء وحوار مع التاسعة في نهاية التاسعة. فأرجو أن أنتوا تكونوا موجودين معنا في اللقاء ده، تعرفوا مزيد من الأعمال، وخصوصا بداية لقاءاتنا مع الأعمال الرمضانية اللي هتنور على شاشة رمضان خلاص قريبا بإذن الله. طيب تعالوا بقى نروح لحاجة لطيفة. عارفين الأغنية اللطيفة جدا بتاعت فيروز، أعطيني الناي وغني الناي؟ ده يعني مش بس صوت كده موسيقي حلو، الناي تحس إن هو صوتك الداخلي، أو الشجن اللي بيعبر عنك، أو الشجن اللي بياخدك. تقرير لطيف جدا قالت الناي، وهي من الآلات الموسيقية الجميلة، هي صعب جدا التعلم عليها لأن أنت بتمسكها والنفس، قصتها لطيفة جدا. قصتنا دي يعني عن عبد الرحمن غانم اللي تحول من دراسة الآثار إلى حب العزف على آلة الناي. يعني والله الآثار إبداع أيضا يعني، لكن من الآثار للناي حبينا كده ناخدكم معانا في الرحلة دي. فخليني أقول له أعطيني الناية ودندن، نشوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا في التاسعة. أرجوكم ابقوا معنا. اسمي عبد الرحمن غانم، خريج كلية آثار جامعة القاهرة، مهندس ترميم آثار. المزيكا بالنسبة لي كانت هواية وحب من الألف للياء. يعني ما كانتش حاجة تجارية أو شغلانة إن أنا أحب الآلة عشانها. أولاً أنا ابتديت بحب الآلة دي إن أنا أعزف عليها. كان عندي مشاعر داخلية أو حنين إن أنا أعزف على الآلة دي. فاقتنيت الناي وتعلمت عليه وابتديت أعزف لوحدي بدون اللجوء إن أنا أنزل أشتغل أو أمارس هواية العزف في السوق. حبي للآلة دي زاد أكتر، فحبيت إن أنا أتعرف إزاي أعمل الآلة دي، إزاي إن أنا أفصل الآلة دي أو أصنعها من حبي ليها. مرحلة الصناعة بتكمن في إن أنت تقدر تشتري خامة ممتازة تصلح لآلة الناي، لأن نبات القصب ده أو الغاب أو البوص هي كلها مسميات، ولكن النبات ده في منه 15 نوع فصيلة. فصيلة واحدة بس هي اللي تقدر تعمل منها آلة الناي، اللي هي صاحبة الفكوك القصيرة، لأن الناي لازم يكون مكون من 9 فكوك. تمام؟ برضو الخامة أو الفصيلة اللي تقدر تعمل منها ناي مش أحسن حاجة، في منها مراحل، في منها جودة، في درجة أولى، في درجة تانية، في درجة خمسة، ولكن بالخبرة بنقدر نعرف الماتيريال بتاع الخشب ده أو النبتة دي هتقدر تطلع ناي ممتاز ولا لأ. آلة الناي يعني يمكن من أشهر وأكثر الآلات المحافظة على شكلها ووضعها عبر التاريخ. يعني أنا كراجل أثري أو راجل مهندس ترميم أقدر أقول لك إن إحنا اكتشفنا نايات في مقابر سقارة ومقابر إخميم وبني حسن والمنيا، بترجع للأسرة الرابعة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. الناي يعتبر بشكل كبير جدا بنسبة 80% محافظ على شكله الحالي اللي إحنا ماسكينه في إيدينا ده. الآلة دي يعني في ناس كتير قوي ما تعرفش قدرها، ولكن هي آلة تراثية وتعبر عن التاريخ المصري، لأن هي جزء من التاريخ المصري لا تقل أهمية عن الآثار اللي بنشوفها أو الكتابات الهيروغليفية. هي بتدل على الموهبة والفن المصري القديم من أيام الدولة المصرية القديمة، فدي حاجة لازم نحافظ عليها ونطلع بيها بصورة جميلة جدا ونشهرها، ما نتعاملش معها على أنها آلة للأطفال أو آلة للمزاج، ولكن هي تراث
لازم نحافظ عليه من ناحية العزف، من ناحية احترام الآلة، تحديث الصناعة، اهتمامنا الكلي للآلة بمعنى أصح. أهلا بحضراتكم. يبدو كده أن موسم رمضان هيكون ساخن جدا زي ما متعودين، خصوصا أنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دخل هذا السباق بأعمال لكبار النجوم. والحقيقة زي ما قلت لكم في البداية خالص وإحنا بنتكلم، دراما مصرية جدا. مصرية بمعنى إيه؟ مصرية يعني مهتمية بالمحتوى، يعني مش بس دراما وخلاص، لا، محتوى وفن وكبار نجوم في كل المجالات، يعني مش بس في التمثيل ولكن كمان في الكتابة والإخراج والأبطال والتنوع. إن شاء الله هنشوف حاجة حلوة بإذن الله، كلنا في انتظارها. من بين بقى المسلسلات دي، في مسلسل مذكرات زوج أنا منتظرة ده، يعني برضو إيه، زي ما شفنا كده أعمال مختلفة السنة اللي فاتت، السنة دي نسمع صوت الأزواج. هيتكون من 15 حلقة. وهنا كمان عايزة أقول لكم إنه المسلسلات السنة دي في 30 حلقة وفي 15 حلقة، ودي كمان حالة حلوة جدا، وبدأت الدراما المصرية الحقيقة تقدر تقدم لك حلقات متنوعة. مأخوذ إيه بقى مذكرات زوج عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير أحمد بهجت، لكن هتتقدم إزاي؟ إيه الموضوع؟ إيه الطرائف؟ إيه المحاور؟ إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه. طبعا هي هتبقى بطولة النجم الكبير طارق لطفي، وأنا سعيدة لأن طارق لطفي كمان بيحاول إن هو يغير من الموضوعات. المؤلف بقى كمان مؤلف يعني معروف عنه النجاح، يعني اما بتشوف اسمه تعرف انه في مسلسل ناجح قادم اليك على الشاشه. المؤلف الدكتور محمد سليمان عبد الملك، مساء الخير يا فندم واهلا بيك، مؤلف مسلسل مذكرات زوج. مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك، ومتشكر جدا على التقديمه العظيمه دي. اولا يعني انا متشوقه جدا وجود اسمك على هذا المسلسل، قصة الكاتب الكبير أحمد بهجت، طارق لطفي، وباقة النجوم بقى اللي موجودين، يبقى احنا هنشوف أكيد حاجة مختلفة. نتمنى يا رب إن شاء الله. طبعا احنا قبل موسم رمضان كل سنة بنبقى في حالة من الخوف والترقب الشديد، لأنه يعني بنبقى مهتمين جدا إن احنا نقدم للمشاهدين أفضل ما عندنا، وبنبقى كأنه أول عمل. يعني احنا كلنا داخلين مع إحنا، يعني أنا السنة دي مع شركة أروما المنتج تامر مرتضى، الحقيقة السنة اللي فاتت قدمنا راجعين يا هوا، برضو كان عندنا نفس حالة الخوف والترقب والقلق، لأنه برضو شايلين اسم كاتب كبير على كتافنا. صحيح. كان سمرار عكاشة السنة اللي فاتت، السنة دي أحمد بهجت. والحقيقة أنه أنا يعني قريت كتاب مذكرات زوج ده يمكن في سن صغير جدا، يعني طبعا. النسخة حتى اللي أنا بشتغل منها للتطوير دي نسخة أنا جايبها في التسعينات، يعني كنت لسه في سن صغير جدا. لا، والأحداث كانت مختلفة، فعشان كده أنا متوقعة عايزة أسألك، لأن أنا فاكرة كويس من البدايات بتاعة القصة للأستاذ أحمد بهجت، القصة عن مذكرات زوج، شايف إن هو عايز يكتب المذكرات عشان الناس تعرف اللي بيحصل بالظبط يعني. فانت هتتناولها ازاي بقى؟ هتاخد السياق ولا هتراعي حداثة الزمن ولا ايه اللي هيحصل؟ بطبيعة الحال احنا النهارده بنعمل مذكرات زوج بنظرة معاصرة جديدة، بنظرة جيلنا احنا لمؤسسة الزواج عموما، والشكل الزوج ومشاكله ومعاناته ويعني طريقة تعامله مع الحياة متغيراتها الكتير، لانه الحقيقة النوع ده من الدراما في رمضان أثبت السنة اللي فاتت بعد راجعين يا هوا إنه نوع بيقبل عليه الناس، اللي هو الدراما العائلية والدراما طبعا البسيطة، اللي هي في النهاية ما فيهاش يمكن اللي هي حالة بيوتنا. بالظبط. أيوة. بالظبط. يعني هو ده التحدي اللي كان قدامنا السنة اللي فاتت وكان متخوفين جدا بسببه، وإن شاء الله السنة دي بنحاول نبني على الخطوة دي. والحقيقة إنه العملين لازم أذكر ان هم برضو كانوا بترشيح من استاذ يوسف الفخراني المشرف على المحتوى في الشركه طبعًا المتحده طبعًا، لانه هو مهموم جدا بفكره ان احنا يبقى في تواصل بين الاجيال، وانه نقدم اعمال كبار الكتاب
رؤية جديدة معاصرة، فهو الحقيقة حمل كبير ومسؤولية كبيرة، ويا رب إن شاء الله نكون قدها. إن شاء الله. أنت اسمك دايما مرتبط بالنجاح، ولكن عايز أسألك اختيار النجم بقى طارق لطفي، لأنه طارق لطفي بقاله كل سنة يعني عايز أقول بيقفز على موضوعات مختلفة. حقيقي هو أنا طبعا بتجمعني صداقة كبيرة بالأستاذ طارق لطفي من حوالي 7-8 سنين، لكن يمكن ما جمعناش عمل قبل السنة دي، وانا متابع خطواته. هو الحقيقه ممثل ذو موهبه جباره ومتفجره، ولكن لغايه النهارده يمكن في مناطق هو ما راح لهاش. صحيح. منها المنطقه اللي راح لها في مذكرات زوج، اللي هي المنطقه الاجتماعيه الحلوه دي شويه، المنطقه الاجتماعيه البسيطه اللي هي مش تراجيك. يمكن طارق بقاله كذا سنه بيقدم يمكن ادوار شر وتألق فيها جدا، وعملها بحرفيه شديده جدا، وعلته جدا جدا ما شاء الله، وهو يعني دايما ناجح ومتألق. لكن السنه دي احنا بنحاول نجرب في منطقه جديده مختلفه تماما. اكيد. فعلى قد انا متاكده انه هينجح، لانه هو ممثل بارع، فدي يعني ادواته اللي هو ان هو يغير من ادواته. يعني هو تحدي كبير قدامنا كلنا كصناع للعمل، فان احنا نقدم طارق لطفي في منطقه يمكن هو ما اتشافش فيها قبل كده. صحيح. بالاضافه بقى للمجموعه الكبيره اللي معاه، عائشه بن احمد، الاستاذ خالد الصاوي، سما ابراهيم، ادوارد معانا كمان، يمكن من الاجيال الاصغر شويه، عمر الشناوي، ساره الشامي، جلا هشام، مش عايز انسى حد. لا، اسماء كلها اجمل من بعض. بس انا هسالك يعني سؤال بقى ما بيني وما بينك كده، يعني هم الأزواج اشتكوا ولا إيه عشان تعملوا مسلسل؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ يعني بعد ما نيلي كريمة عملت المسلسل أنتوا بتردوا السنة دي يعني قول لي بصراحة بينا وبين بعض كده في التاسعة. يعني هو الرجل بقى مظلوم في الدراما، خلينا نقول الحقيقة. أيوه قول الحقيقة. أيوه أنا عايزة الحقيقة. الدراما لا يعني الدراما مهمومة بقالها سنين طويلة، وده حق المرأة. عايزة أقول لك الاستوديو حواليا كله رجالة، فدول هيتفرجوا على المسلسل إجباري يعني كلهم هيبقوا مبسوطين. هو الحقيقه الدراما مركزه يمكن على قضايا المراه بقالها سنين طويله، وده حق طبعا المراه لانها قضايا مهمه جدا اجتماعيا وكلنا. عشان تعبتونا نعمل ايه طيب؟ ده حقيقي. طيب. مش هنقدر ننكر ده خالص. طيب. لكن ده يمكن نوع من احداث التوازن شويه في الطرح. تمام. لا وتروح جايب طارق لطفي يعني اللي هو استاذ التمثيل، يعني هو اللي يجي يتولى يعني ياخد ناصية الرجال يعني. هو والله بنحاول كمان نطرح نظرة متوازنة شوية، بحيث انها تبقى في النهاية احنا مش منحازين، مفيش انحياز لحد على حد. طبعا. لكن في النهاية احنا بنحاول نطرح بشكل حيادي وبشكل بسيط وبشكل في الاخر اجتماعي، لايت كوميدي عائلي. اكيد. ففي النهاية هو محدش مدان، يعني احنا مش عايزين نهاجم ولا طبعا. يعني لا في النهاية كل واحد وكل قصة، كمان في قصص الزواج بيبقى لها خلفياتها ومشاكلها، فانا ضد التعميم عموما. يعني كل قصة داخل اربع جدران ليها تفاصيلها. مظبوط. مفيش حد شبه حد، لكن في النهاية صحيح. كلنا شبه مجتمعنا، بس بيجمعنا عاداتنا وتقاليدنا. عموما أكيد. الكلام هيدور بيننا وبينك، وهيبقى لنا كلام كتير هنا على نفس المائدة بتاعت التاسعة دي في رمضان بإذن الله. كل التوفيق ليكم بإذن الله لمسلسل مذكرات زوج المؤلف دكتور محمد سليمان عبد الملك، وطبعا كل طاقم التمثيل والنجم الكبير طارق لطفي اللي متأكدة إنه يعني هيبهرنا بشكل جديد إن شاء الله. بس في النهاية أنا يعني ببقى سعيدة، هي القضية ليست امرأة أو رجل، هو أسرة. أنا دايما مؤمنة بأنه مفيش حد لوحده، بالذات في مسألة الزواج في اتنين مع بعض، الاتنين مع بعض مهمين، هي مهمة، هو مهم، هو مهم، هي مهمة، المهم الأسرة كلها تبقى في سلام وأمان. بما أننا بنتكلم على السلام والأمان، تعالوا نروح للرياضة. فريق الزمالك هيلتقي بإذن الله بعد غد السبت الترجي التونسي، وده في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا. أكيد إحنا نتمنى التوفيق للزمالك، وبالذات جمهوره اللي متعطش لأي نتائج إن شاء الله كده تريح الزمالك وتريح بال الجمهور. بيحتل الترجي بقى نفسه صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، أما الزمالك بيتساوى مع المريخ السوداني في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة. التفاصيل اللي هيحصل بالظبط، خلينا نعرف استعدادات فريق الزمالك لمواجهة الترجي وإيه اللي هيحصل في المباراة. خلينا ناخد هذه المداخلة ومزيد من التفاصيل الناقد الرياضي محمد مطاوع من تونس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على متابعين حضرتك في كل مكان.
طيب قول لنا يعني آخر الأخبار بالنسبة للمباراة ما بين فريق الزمالك والترجي التونسي. طيب هو طبعا أنا هاخد من آخر حاجة حضرتك قلتيها قبل المداخلة، إن الزمالك عنده نقطة واحدة فقط في المجموعة الرابعة بعد مرور جولتين. الزمالك تلقى الهزيمة الأولى أمام شباب بلوزداد في افتتاح المباريات دور المجموعات، ثم التعادل مع المريخ السوداني في ليبيا. فالمباراة بالنسبة للزمالك بتمثل عنق زجاجة، يعني الفوز ولا بديل عن الفوز، أو على الأقل في حالة عدم الفوز إن الزمالك ما يخسرش وياخد نقطة يقدر يبني عليها في الثلاث مباريات اللي هتكون متبقيين في دور المجموعات. يعني الفريق وصل النهاردة تقريبا في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة اللي هي 12:30 هنا في تونس. خد أول تمرين دي الساعة 5 في الملعب الفرعي الرادس، الملعب الرئيسي طبعا اللي هيقام عليه المباراة. الأجواء بالنسبة لعيبة الزمالك، عشان نطمن جمهور الزمالك شوية، الأجواء يعني أكتر من رائعة، في حالة تركيز كده من لعيبة الزمالك على تعويض اللي فاتهم في الفترة الأخيرة، وإن يبقى فيه تركيز بشكل أكبر ومحاولة اقتناص بطاقة التأهل عن المجموعة دي. أكيد. أنا عايز أسألك بالنسبة للصفقات الجديدة، هل ممكن تعين الزمالك بقى في هذه المباراة؟ طيب يعني السؤال بشقين يا استاذ شفقي، يعني الجزء الاول الصفقات هتعين الزمالك، هي صفقات مميزه بلا شك وهتكون اضافه للزمالك. ولكن يعني كما تعودنا من البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك، هو عنده سياسه ما بيغيرهاش. وهل هيغيرها في مباراه يوم السبت ولا لا، ده اللي هنشوف. السياسه اللي هي ان ما فيش لاعب جديد، او حتى لو كان لاعب مصاب او لاعب راجع من ايقاف، يخش في المباريات بشكل رسمي بدون ما يكون قاد على الاقل من 4 لـ5 تمرينات مع الفريق، ده في حاله لو كان اللعيب مصاب او موقوف، لكن لو لعيب جديد بيتطلب وقت اكبر عشان يقدر يقنعه انه يكون على حساب اللعيب اللي كان موجود معاه في الفريق. فالصفقات هتبقى موجوده بنسبه كبيره، اكيد موجود، ولكن بنسبه اكبر هي هتكون موجوده على دكه البدلاء، قد لا يدفع بهم الزمالك بشكل اساسي في بدايه اللقاء. اكيد. طيب بالنسبه بقى للكواليس، يعني طبعا الزمالك رايح ومعاه نقطه واحده، الترجي عنده 6 نقط، فالحاله عامله ازاي في الكواليس؟ يعني هو زي ما قلت لحضرتك بالنسبه لعيبه الزمالك، هو في يعني روح معنويه عاليه جدا، خاصه بعد يعني الوعد صرف مكافئات يعني صرف يعني مستحقاتهم المتاخره في الفتره الاخيره. وعد مجلس الاداره برئاسه المستشار مصطفى منصور بمكافئات ماليه خارج اللائحه المنصوص عليها في الخاصه بالفريق، يعني لو لائحه الفريق فدي ممكن تدي حافز يعني. بالظبط، يعني لو لائحه الفريق بتقول ان هم ياخدوا كل لاعب 10 جنيه، لا هو في لائحه خاصه بضعف الرقم دوت لكل لاعب في حاله الفوز وتحقيق نتيجه ايجابيه في ماتش الترجي. فالروح المعنويه واحنا جايين في الطياره الروح المعنويه عاليه جدا. طيب يعني هل الصفقات الجديدة بقى هتدي نفس الروح العالية وتقدم الحافز ده برضه؟ 3 لعيبة؟ 3 لعيبة، يعني هو في لعيب يعتبر جديد قديم اللي هو محمود شبانة، ولكن هو ما لعبش مع الزمالك. الـ3 لعيبة دخلوا في أجواء الفريق سريعا، شفتهم النهاردة يعني يمكن 4 جلسات معاهم. الجلسة الأولى كانت من شيكابالا كابتن الفريق وهو قاعد معاهم في الطيارة وبيتكلم وبيخليهم ياخدوا على أجواء الفريق. الجلسة الثانية كانت من محمد عبد الشافي القائد الثاني للفريق. الجلسة الثالثة كانت من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق. الجلسة الرابعة إسماعيل يوسف مدير الكورة وأحد الأساطير القروية في نادي الزمالك، هو بيتكلم مع اللعيبة طول الوقت وهزار وضحك وبيدخلهم مع أجواء الفريق. يعني كانت أمور أنا شفتها أو يعني تابعتها وربطتها. يعني اللي أنت بتقوله لي دي يعني الجلسة اللي في الطيارة دي، يعني الروح دي ممكن تودينا لنتيجة كويسة جدا بالنسبة للزمالك يعني. ده اللي نأمل فيه خاصة يعني. حضرتك توقعاتك مش سهلة. يعني هي مباراة مش سهلة، بس خلينا نعرف برضو توقعاتك نتيجة يعني كم. أنا توقعاتي من اللي أنا شايفه، يعني رغم قوة الفريق الترجي التونسي وحظه 6 نقاط والجماهير وكل الأمور دي، لكن أنا شايف إن الزمالك إن شاء الله قادر إنه يحقق نتيجة إيجابية ويبدأ تكون البداية من رادس، أو زي ما جمهور الزمالك النهاردة أطلق الهاشتاج والترند اللي تصدر على تويتر، البداية في أبطال أفريقيا من رادس. فإن شاء الله تكون البداية الحقيقية من مباراة يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله، وإحنا قلوبنا أكيد كلها مع الزمالك، وأي فريق بيلعب خارج مصر باسم مصر، الزمالك أمام الترجي التونسي، نتمنى له التوفيق بإذن الله. الناقد الرياضي محمد مطاوع من تونس، أشكرك شكرا جزيلا.
طيب ده كان بالنسبة للزمالك، وإحنا كده يعني مطمنين إن شاء الله خير. لكن هرجع تاني وأقول لكم في التاسعة عندي حوار بعد قليل مع فنان متميز، فنان عاشق للمهنة، عاشق لتفاصيل، بيتنوع في أدوار كتير جدا، بيغامر، لكن هو في داخل نفسه أعتقد حاسس إن هو لسه ما قدمش حاجات كتير جدا يقدر يعملها. بتلاقيه برضو موجود في عمل كوميدي، موجود في عمل درامي، موجود في عمل وطني، مقدم مسرحيات، قدم أفلام، لسه قدامه الطريق. النهاردة هيكون فيه حوار جميل أعتقد بإذن الله مع الممثل والفنان نضال الشافعي. أرجو أن تنضموا إلينا بعد قليل، كونوا معنا. نضال الشافعي فنان بتشوفوه في أدوار كتيرة جدا، لكن تقفوا كده وتقولوا طب الفنان ده بدأ إمتى وعمل إيه؟ هي البداية عنده الحقيقة مش بس في التخرج سنة 99، لكن أعتقد إن البداية كانت جواه هو شخصيا، هو كان غاوي إنه يمثل أو حابب إنه يدخل ده. الغريب إنه نضال الشافعي في بدايته الناس كانت بتقول لك هو مصري، شكله وملامحه كانت الناس مش عارفة يعني هو مين نضال الشافعي، لكن هو أثبت إنه مش بس مصري، ده مصري وابن مصر ومن شوارع مصر، وإزاي قدر ما بين الوطنية، ما بين الدراما، ما بين الكوميديا، ما بين السينما، يبقى الفنان نضال الشافعي اللي هيكون ضيفي في التاسعة. مساء الخير. يا اهلا وسهلا استاذ شفيق، منورنا. انا ليا الشرف الكبير وشكرا بدعوتكم الكريمه ان انتم تتحيوا لي الفرصه ان انا اكون مع جمهوركم العظيم ده. اكيد يعني التنوع اللي شفناه في الادوار اللي حطوها هيخليني ابدا معاك السؤال واستاذنك ان فضلي. سؤالنا النهارده يبقى يعني محوره رقم 9. ليه؟ لانه التاسعه اللي هي يعني في درجة ناقصة، نعم، يعني أو في رقم ناقص عن 10، فالرقم نعم. ده يعني مش كل يعني خلينا 9 عندك دايما كل حاجة، الإنسان ممكن يجيب 9 وممكن يجيب أقل وممكن يجيب أكتر. نعم. خليني أقول لك في البداية يعني أنا استغربت قوي إنه بدايتك تبقى مجند قد كده، أنت وطني. أيوة. يعني بادئ المسرح وكنت مجند رقم 311. يعني هو الحمد لله انا ليا الشرف الكبير انه يكون بدايتي في بدايه دراستي وبدايه معرفتي بالناس من خلال المسرح. المسرح بيبقى عامل زي المعمل، زي اللي بيساعد على تدريب الموهبه وبيساعد على انها تنمو وتكبر بشكل في بيئه صالحه انها تنمو فيها، يعني من خلال الاعمال المسرحيه الكتيره اللي بنعملها، من خلال الشخصيات المتنوعه والمختلفه. فكان ليا الشرف الكبير ان تكون نشأتي من خلال المسرح، سواء من قبل ما اخش المعهد او من بعد ما دخلت المعهد العالي للفنون المسرحيه اللي هي الشرف ان انا انتسب ليه في اكاديميه الفنون. فعملت فعلا اكتر من عمل يعني ليه علاقه بالفكره الوطنيه يعني، وبتقديم فكره إيثار الوطن وفكرة أهمية الوطن وأهمية أنه الإنسان مننا من غير وطنه ومن غير بلده فهو في الآخر ولا حاجة يعني. فالحمد لله. فأنت متجند من الأول. جندت على المسرح. أيوة. في البداية يعني ليه الناس كانت شايفة أنه ملامحك أنك مش مصري؟ الحكاية دي قعدت شوية في البداية. والله في البداية ودلوقتي يعني هو معرفش يعني هو مع الاسم، مع شوية الألوان الملخبطة دي، مع شوية حاجات كده. فمع مثلا بداية أدواري اللي ابتديت الناس تعرفني بيها كانت مع أخويا النجم الكبير أحمد السقا في فيلم الديلر. أيوة. فكنت طالع بلسان شامي شوية. أيوة. فقال لك بس فهي لفقت مع بعضها، ركبت. أيوة. مع بعضها ركبت، ده ممثل شامي. فتقال بقى الفكرة دي يعني أنه لا ده من الأردن، لا ده من فلسطين، لا ده من سوريا، كلهم بلادنا اللي بنحبهم على رأسي. أكيد. طبعا كل الجنسيات العربية كلها على رأسي، وشرف كبير والشرف الاكبر ان انا مصري يعني. انا طبعًا فخور بمصريتي. وعارف لما كنت تطلع في لقاءات يقول لك بس لهجته كويسه. انا بتكلم مصري كويس. لا والله بيتكلم مصري كويس. والله مصري كويس. وبعدين تركبي مع حد يقول لك والله يعني بعد ما تاخدي وتدي بقى في الكلام يقول لك والله منور مصر، والله يا شيخ ما انا منور من بلدي يا عم. فبيتعامل يعني على اني احد الضيوف يعني من الاخوه العرب يعني. بس يعني تمام الحمد لله.
توصل رساله ان انا مصري ومنوفي. اكيد اكيد ومنوفي ومن المنوفيه. منين في المنوفيه؟ من اويسنا. واتولدت فيها اصلا؟ لا انا اتولدت في القاهره في وكل القاهرة. حاجه بس كان والدي محافظ على فكره الصله اللي تبقى موجوده. أيوة. ان احنا لازم نروح البلد نطمن على اهلنا هناك ونيجي وكده يعني. بقى والفطير والحاجات والحاجات الله الحلوه بتاعتنا بقى. نضال كم من يعني كم من 9 من 10 تدي مين من أعمالك اللي تديه دلوقتي 9 من 10؟ يعني أعتقد أنه بالنسبة لي لو هديله للأهمية والنقلة النوعية في حياتي كان شغلي مع الزعيم عادل إمام. ناجي عطا الله. ناجي عطا الله، فرقة ناجي عطا الله. يعني هي بالنسبة لي تحوز هذا الرقم العظيم والعالي جدا لأنه شغلك مع الزعيم عادل إمام قيمة مختلفة وشيء مختلف في حياتك الفنية كلها. وكون أن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يرزقني التوفيق فيه ويبقى أستاذ عادل يبقى يعني مدينا المساحة ومدينا المحبة أن احنا نقف جنبه ونضحك ونقول كوميدي والحاجات دي. الاختيار كان إزاي؟ إيه؟ يعني الاختيار كان إزاي؟ اعتقد انه الاختيار كان من استاذ عادل امام. استاذ عادل امام الله اكبر عليه، ربنا يديله الصحه ويديله الف عمر على عمره. من النوع اللي بيتفرج كتير جدا وعنده قوه ملاحظه كبيره جدا، فكنت ساعتها بعمل تامر وشوقيه والاجزاء بتاعه تامر وشوقيه كذا جزء وكده، فكان كل ما نتقابل في اي مناسبه يعني فكان يقول لي قد انت معايا انا مش هسيبك. فهو من جمال استاذ عادل امام انه دايما عامل زي الكشاف، دايما يتفرج كتير 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 وكل حد ممكن يشوفه مفيد في حته معينه بياخده، زي ما حصل برضو مع اخويا نجم القمر يعني اخويا احمد مكي. فهو طبعا. استاذ عادل اعتقد الترشيح جه من عنده، وحتى لما اشتغلت معاه كنت رايح كضيف يعني في احد افلامه كانت بوبوس، قال لي لا لا مش ده، انا مش شايلك لحاجه حلوه، انت جاي هنا كده بس هتعمل حاجه اهم. فكانت بقى بعدها على طول فرقه ناجي عطا الله. فده بالنسبه لي يعني ده اللي ياخد عندك بتاعي 9 11 من 10 حاجه كده، بس خلينا في 9. خلينا في 9 يبقى كويس. انا عايزه اعرف منك يعني خليني انا اروح واجي على مشوارك. ما بحبش لانه الممثل لما بيعمل اكتر من حاجه مش هنبقى بقى بالترتيب. نعم. بس انا شخصيا يعني كمشاهده هنا مش كمذيعه وقفت عند عمل حكايه رولات واستغربت ادائك جدا. انا بشوف انا هديك 9 من 10. الله يخليك. علشان المسلسل 5 حلقات. بنحيي طبعا استاذنا يسري الفخراني على طبعًا فكره طبعًا. حكايه في اسبوع. 5 حلقات قدرت تشدنا، أدائك، الكيمستري، الطريقة، وكمان كنت مختلف تماماً. أنت شفت نفسك فيه كده مختلف ولا بالنسبة لك عمل عدى يعني؟ لا 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 بالعكس، ده كان مختلف جداً وكان تحدي كبير جداً جداً إن احنا يعني نقدر نعلم من خلال 5 حلقات في حدوتة صغيرة وربنا يرزقنا التوفيق فيها ويبقى الصدى بهذا الشكل، كان شيء عظيم جدا وكان رد الفعل بالنسبة لنا مبهر. بس هي زي ما تقولي كده كان تحدي كبير جدا مع أستاذ معتز حسام ومع نجلاء ومع أستاذة مها سليم، وإن احنا نطلع حدوتة حقيقية متصدقة بشخصيات حقيقية، وكان الرسائل اللي احنا عايزين نخرجها للناس من وجهة نظرنا كانت رسائل مهمة جدا وكنا متحمسين لها جدا. يعني رسالة انه اي 2 بيحبوا بعض او اي ازواج ما ينفعش تخبوا على بعض حاجة، ما ينفعش يبقى في طريق اخر غير فكرة المصارحة، مهما كان رد الفعل يظهر ليا انه صعب او مش هقدر استحمله من الاخر وكده، بس في النهاية المصارحة هي افضل شيء ممكن. ما ينفعش نخبي حاجة لأنه في النهاية المشكلة اللي هتحصل بيني وبين أكيد. الطرف الآخر تخلص في كلمتين. وأنا شايفة أن هي ممكن لو أنت التكنيك اللي عملته نعم. والفكرة القصة بالكتابة بالطريقة نعم. دي هو اللي اداها البريق ده حقيقي. الجديد لأن ده هي ممكن تكون فكرة 2 خبوا على يعني تتعمل بشكل تتعمل بشكل تاني، فممكن احنا شايفين الصورة هي على الشاشة ممكن تتعمل بشكل تاني، لكن هي كانت فكرة التكنيك نفسه طريقة الطرح بصراحة يعني يمكن المشهد بتاع
رولات وانتوا بتضربوا على بعض، يعني في شويه اكشن على جو سينمائي كان مختلف شويه عن فكره الطرح العادي اللي ممكن كان يتعمل. يعني فكره ان انت فجاه تلاقي اكشن ما بين زوج وزوجه دي كانت المختلفه في الموضوع. هل كان قريب منك لانها قصه حياه الفنان بيعيش ازاي في الكواليس؟ يعني انت شويه مخرج وشويه زوج فنانه، فبرضو انت شايف بعينك. هي دي الجزئيه الثانيه اللي كنت هقول لحضرتك عليها، فكره الرساله الثانيه، فكره ان احنا في رولت كان قريب مني جدا ومهم بالنسبه لي جدا ان احنا نوضح الجانب الاخر لفكره الفنان، الجانب الانساني، الجانب العادي اللي هو بعيدا عن الاضواء والكاميرات والحاجات، وان احنا نظهر تخوفه من اللي جاي، من المستقبل، من انه ممكن ما يجيلوش ورق، ما يجيلوش سيناريوهات، ما يجيلوش شغل. طب حياته دي هتبقى عامله ازاي، عايشه ازاي، وهو بيعيش فتره بفتره، فتره موسميه فتره موسميه. فكان مهم بالنسبه لي، كنت حاسسها جدا المشكله دي، يمكن احنا كلنا كنا حاسين الفكره دي، ان احنا عايزين نعرض حياه الفنان الحقيقيه من غير رتوش ومن غير كاميرات ومن زي غير ما هي بطبيعتها. نعم، يعني بيحصل له انكسار وحب طبعاً فنان عادي زي بقية البشر، زي بقية الناس، وطالع من وسط الناس. هو مش حد نازل من السماء، يعني بالعكس ده حد من وسط الناس وعنده انكساراته وعنده تعبه وعنده وجعه وعنده حاجاته الكويسة برضو زي بقية الناس. وكده انت اثبتت بانه النجاح ممكن يكون خارج رمضان. الحمد وبقى لله. حديث الناس. الحمد أكيد لله. يعني الحمد لله. حديث المشاهدين يعني. الحمد لله. يعني هو بقول لحضرتك كان رد الفعل عبقري بصراحة، يعني عظيم عظيم، توفيق ربنا ده عظيم. وهنا اعتقد منصة واتشت ده نجاحها برضو. طبعا. لان مش كل الناس شافته على القناة اللي تم اذاعتها، ولكن برضو وجوده على واتشت لحد اللحظة دي طبعا الناس طبعا تقدر تتابعها. بصي انا بحيي جدا القائمين على الشركه المتحده، الاستاذ يسر الفخراني وكل من قام بفكره الاعمال الحواديت القصيره اللي بتقدم. يعني الخمسات والستات والسبعات من الحلقات اللي بتتقدم هي حواديت قصيره اجتماعيه، ولكنها تمس الناس وقريبه من الناس، وفكره انها تتعرض على اكتر من مكان بحيث تدي الناس المساحه للفرجه. كل واحد بيشوفها في المكان بتاعه، يشوفها في وقته اللي هو عايزه، الوقت اللي يناسبه. اعتقد ان ده شيء يحترم جدا، وفكره حلوه في صناعه الدراما ان احنا نفضل نشتغل عليها. وهي مش جديده كمان علينا، يعني دي اعاده احياء لحاجه كانت عملت في مصر. أكيد. شيء عظيم. احنا كان اول الابيض واسود والحاجات دي، على حسب ما كنت اسمع من اساتذتي الكبار، يعني كانوا يقولوا ان احنا كان عندنا حاجه اسمها السبعيه، وعندنا حاجه اسمها الخماسيه، وعندنا والسهره التلفزيونيه، كان عندنا حاجات كتير. صح. فده إعادة إحياء لشيء مصري خالص، ده شيء دي عبقري حقيقة. جدا دي حقيقة. رمضان على الأبواب إن شاء الله. وإنت بالنسبة لك وكل الفنانين، أنا عارفة شهر رمضان هو شهر المشاهدة. نعم. وشهر الماراثون، وشهر يعني النجاح، وإنت دقته يعني دقته لله. كتير دقته في تامر وشوقية. طبعا. على كذا جزء. الحمد لله. يعني كان تامر وشوقية قبل ما تظهر فكرة الترند دي كنا الحمد لله فيها. بالظبط، كنت لسه موجود. ونجي عطالله طبعا، واكثر من عمل الجماعه طبعا الجزء الثاني، يعني في اكثر من عمل الحمد لله الواحد ربنا كرم. كان في رمضان والاختيار الجزء الثاني كان ليا الشرف، رغم ان كنت طالع يعني كضيف شرف في احد الحلقات، الا اني اقسم بالله رد الفعل اللي جالي من هذا المشهد ابراهيم السناوي لا اتخيله. احنا متفقين انت مجند من المسرح. لا والله انت جاهز طول الوقت. لا بجد لن انساه في حياتي انا. يعني الموقف اللي حصل في العرض ده انا يمكن بس احكيها في عجاله كده، انه انا كنت عارف ان كانت تقريبا الحلقه ال 23، وبعدين ما كنتش عارف انها تتعرض في ال 22، ففوجئت في وقت عرض الحلقه. كنت ماشي وسايق بالعربيه بتاعتي، يعني لقيت كم فجاه التليفون ما بيبطلش، تات 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 تات، ففهمتش فيه ايه، فركنت على جنب بفتح الموبايل، لقيت بقى كم من الرسائل وكم من الصور، مش عارف الترند ومش الترند والكلام ده. ما كنتش متخيل هذا رد الفعل العظيم، يعني لاني اقسم بالله انا كنت عامل هذا الدور بمنتهى الحب والتفاني والعشق، مصدق فيه قوي. ايوه، فسبحان فكنت الله سعيد يعني انه وصل قوي. رد الفعل كان عبقري. إن يعني النجاح في الزمن يعني الأقدم اللي ما كانش فيه ترند، وكان يا دوب لازم تشوف الناس وانت في الشارع أو تقابلهم بالصدفة، أو حد من زمايلك يرفع السماعة، أو ناقد يكتب عليك جملة، ولا النجاح في زمن الترند؟ والله ده سؤال صعب. يعني لأنك عشت المرحلتين. لا يعني أعتقد أنه ده لي طعمه وده لي طعمه، وإن كان أنه النجاح الأول ده كان بيبقى
أكتر ملموس وحقيقي أنت شايفاه على أرض الواقع بشكل حقيقي ملموس من الناس في الشارع، من التليفونات اللي بتيجي، من النقاد اللي بيكتبوا بشكل مفصل وبشكل دقيق وحاجات زي كده. أحيانا عشان بس إخواتنا في السوشيال ميديا ما يزعلوش، أحيانا بيبقى الترند خادع، يعني ما بيبقاش هو في كامل المصداقية يعني. لكن في النهاية ما نقدرش ننكر ان التواصل دلوقتي ما بينك وما بين الجمهور أسرع. بقى اكبر واسرع وابديت. بس يخوف اكتر؟ ايه؟ يخوف اكتر؟ طبعا يخوف اكتر، يخوف لانه أكتر. للأسف الشديد لما بتخفق او بيحصل مشكلة ما سرعة انتشار النار في الهشيم بتبقى اكبر أكتر بكتير. يعني زمان كان اهدأ على الاقل، اهدأ بكتير، يعني أهدأ تلتقط بكتير. الانفاس أيوة اكتر. يعني كان زمان مثلا لما يجي احد النقاد فيكتب مقالة مثلا ما عن عمل ما، فانت ممكن تكلمه في التليفون وتناقش معاه وتكلمه في وجهة نظرك، فقادر ان هو يكتب مقال اخر يرد بيه او انت ترد عليه، يعني يحصل فيه حالة يعني بسجال لطيفة كده ومناقشة لطيفة. دلوقتي انت ما بتبقيش عارفة، هي زي الموجة ما بتبقيش عارفة تكلمي مين او تقولي صحيح. ايه او تعملي ايه. لكن في النهاية فكرة التواصل الاجتماعي ما بقاش غنى، ما بقاش فيه غنى عنها. واعتقد انه في الفترة الاخيرة بقى فيه نوع من انواع الوعي داخل فكرة السوشيال شوية الدنيا، يعني بقى في وعي حتى عند الشباب الصغير، بقى في تغيير شوية، بقى في فكرة ان انا ما انقلش خبر ممكن ما يبقاش مظبوط، لازم انا اقيم بنفسي من مصدر الخبر الحقيقي عشان خاطر ما يتقالش ان انا بنقل اشاعة او بعمل حاجة من الحاجات دي. فبقى في وعي، يعني أكيد. بقى في وعي. بتضطر تدافع عن المرأة بره مسلسلاتك؟ لأنك والله بره وجوه يعني جوه عندك عنف في حاجات كتير، في اعمال كتير. لا يعني المرأة دي طبعا ما نقدرش نستغنى عنها، المرأة دي كل حياتنا تقريبا يعني. طب ناخد الإجابة بعد الفاصل ده، تحاول تفكر لأنه الستات كتير أيوة. وبتتفرج. فاصل قصير ونعود ونستكمل الفنان نضال الشافعي في ضيافة التاسعة، عودوا إلينا بعد قليل. الفنان نضال الشافعي كمان وجوده النهاردة معنا في التاسعة لأننا بنبدأ ونستبشر بأعمال الشهر الكريم. مسلسل مهم جدا هيكون على شاشة رمضان، بيتكلم عن الإمام الشافعي، الرحلة، الرسالة، الزيارة، أيا كان، لكن مسلسل مهم وصعب. أنت بتعمل دور إيه فيه؟ أنا بعمل دور أحد القادة اللي كانوا موجودين في الفترة دي، وهو الجراوي أو الجراوي. ومن المفترض بقى أن بتبقى الفترة دي بنناقشها تاريخيا يعني، ففي بقى كم من الصراعات في هذه الفترة طبعاً ما بين أحد ما بين القادة ما بين بعضهم في الفترة دي يعني بشكل أو بآخر. يعني اختيارك للدور ده، يعني أنت شايف الدور ده أولا بتجهز إزاي؟ يعني لغة عربية شديدة، تاريخ، علاقته بالإمام، بتجهز إزاي للدور؟ يعني اسمحي لي بس بعد إذن حضرتك بس يعني أبدي شكري وإعجابي بالقائمين في الشركة المتحدة وشركة هاب ميديا أستاذ سعدي وجوهر، لأنه اختيار هذا العمل وعودة مصر مرة أخرى للأعمال صحيح. التاريخية أعتقد أنه إنجاز عظيم، إنجاز عظيم جدا طبعا. وأعتقد أنه ما جاش متأخر ولا حاجة، ولكن هو جه في وقت المناسب جدا. وإحنا مشتاقين، إحنا بعد هذه الفترة من السنين دي. إن إحنا نعمل عمل تاريخي قوي يناقش سير أحد القامات الكبيرة الدينية صحيح. في هذه الفترة، ويناقش حال الشعب المصري وحال مصر في أحد الحقب. أعتقد أنه عود أحمد لمصر بعد هذه الفترة من الغياب عن الأعمال التاريخية، لأنه هذا ما تستحقه مصر فنيا وتاريخيا صحيح. على كل المستويات صحيح. فهو بصراحة وأنا بحييهم وأكيد هيعملوا ميديا هاب، أكيد كل أعمالهم ناجحة جدا، شيء عظيم وعبقري. طيب أنا لاحظت إتقانك سيدي للغة العربية فأنت تمثل باللغة العربية كيف وضع هذه اللغة معك في المشاهد؟ لا الحمد لله، يعني هو طبعا عشان زي ما بديت كلامي مع حضرتك هي البداية المسرحية وفكرة التفريخ من خلال
المعهد العالي للفنون المسرحية وتمثيل المسرحيات اللي احنا بنقدمها، المسرح العالمي أو حتى المسرح العربي، كلها بتبقى باللغة العربية، وكلها بتبقى حتى ترجمات من اللغة العربية الشديدة الثقيلة يعني. يعني بتقولي مثلا للسيد جبران خليل جبران، بتتكلمي لأستاذ عناني في ترجماته، بتتكلمي حاجات طبعًا كتيرة. فاللغة العربية بتبقى متأصلة قوي قوي بالنسبة بس للأكاديميين. مش كل الممثلين جاهزين بالنسبة للغة العربية. للأكاديميين بتبقى متأصلة قوي في الفكرة أكيد دي عندهم. أكيد. وبالعكس ده الواحد بيبقى يعني بيستنشق انه نفسه يعمل حاجه شبه كده، ودي كانت من ضمن احلامي ان احنا نرجع نعمل اعمال التاريخيه ويبقى في مساحه للغه العربيه مره تانية باعاده طرحها على الاجيال الجديده والاجيال الشابه، انه اللغه العربيه عمرها لن تشيخ، اللغه العربيه لغة مرنة جميلة وعظيمه. طب انا وجميلة. وانت بتتكلم عن المسلسل ده وهيشاهده طبعا يعني ملايين، نعم، من يعني مسلسل مهم والإمام مهم طبعا، لكن إحساسك إيه بتقديمه في هذا التوقيت؟ أعتقد أنا سعيد جدا جدا ومبسوط جدا بفكرة إن إحنا نقدم هذه القامة العظيمة الدينية وهو الإمام الشافعي، وسعادتي الأكبر إن إحنا مش واخدينه بس من منظور ديني أو من منظور قائم بس على فكرة قال الإمام أو فعل الإمام وبس، لكن أنا على حسب ما أنا شايف إن إحنا بنقدم مسلسل تاريخي، مسلسل بيشرح كل الحقبة التاريخية اللي زار فيها الإمام مصر بعد ما كان قاعد في بغداد، وبنشرحها بكل تفاصيلها بكل الأمانة العلمية والتاريخية اللي كانت موجودة في هذه الفترة. فأعتقد أنه اختيار موفق جدا جدا لهذا العمل، سواء للحقبة التاريخية اللي بيقدم فيها، سواء لفكرة اختيار الإمام الشافعي نفسه في حد ذاته. صحيح. لأنه الكثير من فتاواه والكثير من دعواه الدينية احنا كالشعب المصري اندمجنا فيها وبقينا نعملها بشكل طبيعي يعني. أكيد. فكون ان احنا نظهر هذه الفكرة إمامنا. أيوة. يعني اعتقد ان ده شيء عظيم جدا وعبقري. الفنان خالد النبوي هو الإمام الشافعي، فالعلاقة عاملة ايه في الكواليس؟ بصي يعني شكل الكواليس، ادينا شويه كده تفاصيل عن بصي كواليس. بصي هي الكواليس بشكل عام هي على كل المستويات لكل الاقسام هي خليه نحل لا تنام، لان المسلسل كبير، المسلسل ضخم جدا، تفاصيله كتيره جدا جدا، من الاستاذ ليس حجه المخرج لغايه كل الاقسام اللي بتشتغل على هذا العمل لا ينامون بصراحه يعني، بما فيهم اخويا النجم الكبير خالد النبوي، لأنه العمل ده مسؤولية كبيرة جدا وضخم جدا. على المستوى الآخر احنا طول الوقت في خلية النحل دي طول الوقت بنجود مع نفسينا، سواء من فكرة الكلام، طريقته، إولته، تفاصيله، قد ايه عايزين تكون الأداء مبسط، مش معنى ان احنا بنتكلم لغة عربية فنكلمها بشكل مقعر. أيوة يعني حتى بتقدموه بشكل يعني أكثر حداثة، خليني طبعًا أقول طبعًا عن ما قدم طبعًا من أعمال تاريخية. طبعا مهم جدا جدا يبقى عندك من الوعي الكامل يعني إن أنت دلوقتي قاعد معايا في التاسعة، موجود معايا دلوقتي في التاسعة، بس أنا عارفة إنك مشغول بفكرة ما يقدم في المسلسل. طبعا إمتى بتلبس الشخصية؟ وإنت جوه الاستوديو بعد الملابس، ولا هي موجودة في الذاكرة؟ هي أولا ما ينفعش تتشال من الذاكرة خالص، لأن طول الوقت أنت بتراجعي الكلام، طول الوقت أنت بتقري في مراجع، طول الوقت أنت يعني هم حتى عاملين معانا حاجة جميلة جدا، أنه في مصحح تاريخي دايما بيبعت لنا على الواتساب المراجع التاريخية للشخصية اللي احنا بنعملها، المراجع لكل التاريخية واحد لكل إيه؟ واحد بيعمل ايه، المراجع التاريخية للحقبة الزمنية نفسها اللي احنا عايشينها، فطول الوقت احنا في حالة قراية مستمرة. فكرة بقى أنه لما بتروح اللوكيشن وبتشوفي الأجواء والديكورات المبهرة اللي موجودة بقى وبتقعدي بتدخل ساعتين تلبسي يعني لأن أنت بتلبسي طبعا اللبس يناسب الحقبة بقى بالحاجات يعني أنا بلبس مثلا حاجة اسمها الزرد ده حاجة كده بدلة عسكرية كده حديد، فالبدله دي مثلا وزنها لا يقل عن 10 كيلو الزرد ده لوحده يعني، تمام، فعقبال ما تلبسي بقى وتعملي الميك اب وتعملي المكياج وتعملي التفاصيل دي كلها خلاص بقى بتخشي في حاله الشخصيه وبتتعاملي بيها وبتتحركي بيها لغايه ما بيخلص المشاهد بتاعتك او يوم التصوير بتاعك، مندمج معاها، حاسس ان طبعًا هي يعني مسيطره عليك اليومين دول. اكيد مسيطرة لان عليك. انا حتى كان عندي بعض الحاجات بعملها، لكن بصراحه لما لقيت الفكره بهذا الحجم وهذه الضخامه يعني
فيمكن فضلت انه يعني ايه اكثف وقتي وتفكيري كله في هذا العمل باذن الله. اكيد هيبقى عمل موفق باكيد. مشوارك بيقول انك تعاملت يعني مع كذا ممثل وكذا ممثله وعملت اعمال كتير مختلفه، بس انا شايفه انك قدمت مثلا مع مي عز الدين اكتر من عمل. نعم. يعني ده كان مصادفه ولا كان اتفاق ان احنا ممكن نقدم اكتر من عمل؟ لا يعني ما نقدرش نقول عليه كان اتفاق، لكن هو كان توفيق من عند ربنا ان احنا نلتقي في اول عمل. مي طبعا نجمه كبيره وممثله شاطره جدا جدا ومجتهده جدا، وليا الشرف ان انا اشتغلت معاها. فلما اشتغلنا اول عمل كان مسلسل الشك. ربنا طلعت روحها بقى بتلعب. ايوه. يعني ايه، ربنا كرمنا بالنجاح، فكان محاولة ان احنا نكرر هذه الفكرة مرة تانية مع بعض يعني. وكان اللي جملنا وحلانا كمان وجود اخويا محمد امام في العمل مع كوكبة من الممثلين ساعتها زي النجمة كندا علوش. فالحمد لله يعني النجاح، بنحب ان احترمنا بعض، اشتغلنا مع بعض، لقينا رد فعل كان كويس مع الناس. فالحمد لله لما عملنا التجربة دي وحتى وعدناها تاني بعد كده في دلع بنات، الحمد لله كان توفيق ربنا كبير جدا، وكان استحسان الناس كان عظيم جدا. يعني الأحلى ان الممثل يبقى دايما معاه ديو يكمل معاه كذا مرحلة ولا ينوع؟ أعتقد التنوع شيء مهم، لكن لا يمنع على الإطلاق أنه لو في تجربة من التجارب كان في كيمياء عالية ما بينك وما بين ممثل زميل أو ممثلة زميلة، أن أنتوا تعيدوا التجربة دي بعد فترة يبقى شيء عظيم جدا، حتى تكون عند الناس فكرة الاشتياق. أكيد. أنه الناس تحب تتفرج عليك وتاني مع بعض. لكن التنوع أعتقد أنه شيء مفيد لكل الأطراف، وخبرات مكتسبة من أطراف مختلفة. يعني أنا اشتغلت مع النجمة هند صبري، اشتغلت مع النجمة مي عز الدين، النجمة غادة عبد الرازق، يعني الحمد لله، وغادة عادل طبعا. فالحمد لله يعني كان في تنوع بشكل أو بآخر في الشغل. طب بما أنك يعني ذكرت يعني نجمات ونجوم، وإحنا في التاسعة رقم 9، 9 من 10 تديها لمين في النجمات؟ لا 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 بينك وبينها؟ لا 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 ده دي كده، ده لا كده كده زنقه جامده قوي يعني. ادينا 9 من 10 للحد. لا لا كلهم يعني لازم اجاوب الاجابه. بصي هقولها لك بمنتهى الصراحه الدبلوماسيه. لا مش مساله شغل، لا لا مساله شغل، لانه انا دايما عندي اعتقاد يعني احساس انك هقول لحضرتك ما اشتغلتش معاه بس اقدر اشتغل معاه. انا عندي اعتقاد في حاجه، ان كل حد من زمايلنا بما فيهم حتى انا، كل واحد عشان خاطر الناس وعشان خاطر الجمهور بيعمل اقصى ما عليه. أكيد. بيحاول على قد ما يقدر. بس احيانا ممثل يقول انا كميتي مع حد، الكيمياء بقى دي موضوع تاني. حكم مع الناس عليه يعني. مثلا هقول لحضرتك يا زي ما حضرتك قلتي مثلا مي لما اشتغلنا مع بعض كانت كيمياء كويسه قوي مع هند، لما النجمه القمر هند صبري لما اشتغلت معاها حتى كانت مجرد حلقه في عايزه اتجوز وهي بتعمله، كان رد الفعل بتاعها كان عظيم جدا. غادة عبد الرازق النجمة الكبيرة لما اشتغلت معاها في جرسونيرا كان في رد فعل. تذكرهم كلهم. ما انا يعني عايز اقول لك، لا مش قصدي والله اجاوب اجابة دبلوماسية عايمة، ولكن في النهاية انا بكلمك حتى على ردود الافعال بتاعت الناس او الاعمال اللي اتعملت دي يعني. فلا الحمد لله كان في رد فعل كويس جدا بان احنا نشتغل مع بعض. فكلهم يعني بصراحه كلهم يستحقوا درجه عاليه جدا جدا في اجتهادهم واحترامهم لجمهورهم واحترامهم لفنهم يعني. مين النجم اللي انت لما بتشتغل معاه بتحس انه لا يعني تبقى مطمن، بتبقى حاسس احيانا برضو من الجيل من اكبر من اصغر بس تقدروا تعملوا شغل كويس؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، خليني اتكلم طبعا كلهم اساتذه وافاضل، بس يعني مثلا لما بشتغل باريحيه نقدر نقول عليها كده، مثلا مع حفظا للالقاب كلهم نجوم يعني، احمد السقا النجم اخويا الكبير طبعًا. احمد عز بنشتغل بإريحية عظيمة يعني، كان ليا الشرف الكبير ان احنا نكون مثلا مع بعض في هجمة مرتدة واكتر من عمل. السقا طبعا كان معايا من اول الظهور، وقف طبعًا جنبي وعملنا حاجات كتيرة مع بعض. اللي بعشقه وان شاء الله يكون لنا عمل مع بعض باذن الله اخويا النجم الكبير كريم عبد العزيز طبعا.
فيعني كلهم بصراحة الواحد بيحس بأريحية معاهم في الشغل، وبيحس بأنهم خايفين على الواحد، وفي النهاية قلبهم على العمل، وبيضيفوا للواحد بصراحة إضافات كبيرة جدا جدا. أكيد. وكتير من النجوم بصراحة، الواحد أحمد حلمي بصراحة من الناس اللي الواحد يحب يشتغل معاه، لأنه أحمد اشتغلتش مع أحمد حلمي للأسف. ما حصلش نصيب. ما حصل، لأنه أحمد من الناس اللي عندها كرييت، يعني بتبدع مبجع في حتة مختلفة كده، عنده حتة حلوة تحب تعمل معاه أكيد. سينما بقى. إن شاء الله بإذن الله. لكن طبعا ما أقدرش أنكر مثلا لما اشتغلت مع الزعيم عادل إمام، ده كان طبعًا بالنسبة لي حاجة طبعًا عظيمة. لما تاريخ. اشتغلت مع دكتور يحيى الفخراني طبعًا، وعملنا الملك لير. أيوة طبعا. ده مسرح وده تاريخ. كان حاجة عظيمة يعني. علشان الوقت قرب يخلص، بس كان لازم نطمن عليك، وانت الحمد لله بقيت زي الفل. تجربة المرض بالنسبة لك كانت تجربة كنت جريء فيها. وإيه اللي خلاك تفكر انك تطلع تشرك الناس؟ هل من باب انه انت محتاج السند؟ لا لا لا. محتاجهم يبقوا معاك؟ لا، الفكرة ان انا اتعرف ان انا تعبان، دي تعرف بره ايديا. يعني دي للاسف الشديد بره ايديا، وكنت متضايق جدا بعد ما عرفت، لان اتصورت كنت تقريبا في البنج يعني. فلما عرفت اتضايقت ومش عارف ايه، بس بيني وبينك فرحت. فرحت بعد كده. طبطبوا عليك قوي 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 يعني. دي ميزه السوشيال ميديا. يعني بصي، اتضايقت وازاي وليه، ودايما انا في حياتي الشخصيه متكتم عليها وقافل عليها، وما بحبش حد يعرف انا بعمل ايه، بمشي ازاي، باكل ايه، بشرب ايه، ولادي ايه، دايما قافل على الحته دي قوي. واتضايقت جدا بعد ما ابتديت افوق، وقالوا لي ده تصدق حصل كذا ومش عارف ايه. وبعدين كنت ناقص ابوس ايدي اللي عمل كده، لان اللي شفته بصراحه من الناس، من القريب والبعيد، اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش، اللي بيحبني واللي ما بيحبنيش، كانوا كلهم بيدعوا بظاهر الغيب، وقفوا جنبي، دعموني معنويا ونفسيا بشكل لا تتخيليه ولا يتخيله احد. ويمكن حسيت فعلا ان احنا بخير، حسيت فعلا انه لا، مش الواحد لما يتعب الناس بتبعد من حواليه، مش الواحد لما بيتكعبل الناس بتنفض من حواليه، لا لا لا، الحقيقة غير كده. الحقيقة ان انا الناس دعمتني، من اصدقائي، من اصحابي في الوسط الفني، بره الوسط الفني. فاذا احيانا الازمة احيانا بتخلي الانسان قبل ما الوقت يختم، دايما بنشوفك يعني انت قدامي طيب وامير ورومانسي وهادي، لكن عندك ادوار، عندك طاقة من العنف والشر والنصب الله يخليك يعني. هعتبر ده مدح يعني. تمام. دي بتبقى مبسوط انك قادر تقدمها في الاعمال دي وتنجح فيها؟ يعني طبعا الحمد لله. لما اصل دي شغلتي يعني. انا شغلة الممثل انه يقدم كل انواع الشخصيات اللي ينفع انها تتقدم طبعا، بحلوها ومرها. لكن لما بيشوفوك الناس يقولوا لك ده انت طيب اهو. والله بقى بسمع كلام من ده كتير يعني، ليه بتعمل كده وليه مش عارف ايه كده. ووالدتي نفسها، يا ابني انت ليه اللي يوديك في الحته. هم الاهالي عايزين ولادهم طيبين وجمال لا، بس بنبسط لما بيبقى رد فعل الدور او العمل ككل بيبقى أثر في الناس بشكل أو بآخر، وإن تبقى الرسالة المراد منها إن إحنا نقدمها من هذا العمل بتوصل للناس، دي بتبقى أسعد لحظات الواحد يعني. وبعدين لاحظي إن كل يعني زي ما بيقولوا إيه، أشرار السينما المصرية كلهم طيبين وقمة الطيبة يعني. أستاذ محمود المليجي، أستاذ زكي رستم، أستاذ عادل أدهم، يعني كلهم لما كنت تقربي منهم على حسب ما أسمع يعني من أساتذتي الكبار، كلهم كانوا قمة في الطيبة والجمال والحالة الإنسانية الرائعة يعني. أكيد. آخر أعمالك من سنتين تديها 9/10 ولا 10/10؟ اديها 7/8. واحنا نديها 9 بما انك في التاسعة. الله يخليك. نورتنا، بتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نشوف عمل جميل. إن شاء الله. إن شاء الله. وعمل اكيد مبهر، وعمل محتاج لوعي العقول. نعم. رحلة الإمام، رسالة الإمام أو زيارته، بالتوفيق إن شاء الله. أنا بشكر وسرب حضرتك. لنا شوية صور كده كواليس. إن شاء الله. يعني. أنا بشكر حضرتك جدا، وبشكر التاسعة مساء أنها أتحت لي الفرصة أن أنا أكون في هذا المبنى العريق العظيم، مسبيرو اللي إحنا اتربينا عليه وتربينا على فكره وعلى برامجه وعلى حواديته. فأنا بشكركم جدا، وبشكر حضرتك جدا أن أنتوا أتحتوا لي هذه الفرصة. نورتنا. آخر ثانية. أيوة. مع الكاميرا هتقول للناس انتظروني في رمضان في العمل اللي انت بتعمله. اتفضل. ان شاء الله. ايوه، عايزين هياخدوا منك الكاميرا. اتفضل، هتقول انتظروني في رمضان، وده اول لقاء ليك
قبل ان شاء الله ما نزول العمل. اتفضل. ان شاء الله انتظروني ان شاء الله في رمضان 23 في زيارة الإمام. أتمنى إن شاء الله أن يكون عند حسن ظنكم نضال الشافعي. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. روايح رمضان بتهل علينا. نورتنا وشرفتنا في التاسعة وإلى الأمام دايما. شكرا جزيلا. مشاهدينا طبعا زي ما أنتوا شفتوا يعني الحوار الحقيقة يمكن مع الفنان نضال الشافعي. أنا كنت عايزة أنه الختام يكون بينك وبين المشاهدين، لكن هيظل مع نضال الشافعي. مش هي دي المحطة الأولى، لأنه هو مش هيسكت وهيفضل عنده أعمال كتير مختلفة، هياخدنا في محطات كتير بإذن الله. نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. وتصبح على ألف خير.